كل شيء بحياتنا ممكن يكون مبني على قانون وأسس واضحة، وكثير من الأمور ممكن تصير معنا ومنجهل اليوم بالقانون شو هي النصوص المترتبة علينا وشو ممكن يصير وشو أوقات ممكن هاي الأمور تكون هي الرادع أو المنقذ الوحيد لكثير من المشاكل بحياتنا. سلمى صحيح حفاف مثل ما قلتي، ولهيك دايما بنبحث أنه يكون عندنا ثقافة قانونية. ضيفنا اليوم عمل مبادرة اسمها معا لثقافة قانونية أوسع. هاي المبادرة أراد من خلالها تعريف الناس بأبسط مبادئ القانون والشغلات اللي ممكن يحتاجوها بحياتهم اليومية، واللي ممكن تثير كثير من التساؤلات وما يكون عندهم فكرة. بلش هاي المبادرة باللاذقية على الانترنت وبعدين على أرض الواقع، رح نتعرف أكثر عليها. خلينا نرحب فيه ونقول له الحمد لله على السلامة، جايينا من اللاذقية. ضيفنا لليوم الأستاذ المحامي عادل نيروز دواي، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. كيف كان الطريق بالبدايه؟ تمام غير شكل. صباح الخير لكم. الله يسلمك. لكل اهلنا باللاذقيه وكل المحافظات السوريه. يسعد اوقاتكم وصباح الخير لمتابعين قناه الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا. يسعد اوقاتكم. اهلا وسهلا فيك. يعني مبادره معا لثقافه قانونيه اوسع ممكن اليوم كثير مهمه لجيل الشباب، خصوصا الواعي ممكن كثير من الامور يجهلوها وما بيعرفوا فيها، فهي ثقافه جدا بتحمي او بتكون المنقذ ورادع لكثير من الامور اليوم بحياتنا. خلينا نحكي عن المبادرة أول شيء، وشو كانت الغاية وقت أنت أطلقتها؟ هلأ بالبداية دائما الفرد ينخرط بمجتمعه، فوقت نزلت على الحياة العملية بدخولي لنقابة المحامين فرع اللاذقية من 5 سنوات، التمست بالناس أكثر، احتكيت بالناس أكثر، فشفت أنه في شوية غياب للثقافة القانونية، الوعي القانوني ضعيف نوعا ما، فحبيت أكبر هاي المبادرة عن طريق دائما أعمل شيء. عن أول شيء بلشت عن طريق الإنترنت بإنشاء صفحة عامة علمية بتقدم خدمات عامة قانونية لكل أفراد المجتمع. هاي الفكرة بلشت بصراحة بشغف، بحبي لهي المهنة وحبي للعمل المجتمعي. يعني أنا صلي بشتغل بالعمل المجتمعي أكثر من 5 سنوات 6 سنوات، فكمان من خلال المبادرات الإنسانية اللي كنا نعملها، فدائما اضطريت أني أوقف دائما على أي مسألة قانونية وأبحث عنها وأوجد الحل. حلو، ويمكن بهذا الوقت اللي نحن فيه عفاف كتير مهم كيف نخاطب الناس. يعني هلأ مثل ما بنعرف نحن هلأ لغة السوشيال ميديا هي لغة عالمية صارت موجودة وفيها انتشار كتير، أوقات ناس بتسأل الانترنت بدل ما تروح تسأل مختص. كيف إذا كان هالمختص موجود على باب صفحتك مثل ما بيقولوا؟ خلينا نبلش هيك، احكي لنا أكثر عن المبادرة، لما بلشت فيها كيف كان الصدى، كيف بلشت الناس تتوجه لك بأسئلة وما إلى ذلك. هلأ بصراحة أنا مشتغل كتير بهذا المجال مثل ما حكينا العمل المجتمعي، فأنا قريب من الناس بمحافظتي، فعملت هاي الصفحة العامة وبلشت نزل معلومات قانونية بشكل مبسط وسهل، واستخدمت حتى القوالب القريبة للعقل المتلقي، فاشتغلت كمان ولعبت على الصورة البصرية، فصارت توصل المعلومة. لأنه مثل ما بنعرف دائما القانون بيقولوا لك شيء جامد، يعني أنه صعب أنه أي شخص غير مختص أنه يتلقى هاي المعلومة، فأنا حرصت على هذا الموضوع أني توصل المعلومة بشكل الألوان، لعبت على الألوان، لعبت على الصورة البصرية للمعلومة، مثلا عن حكاية، مثلا أنا عندي قضية أو دعوة فصرت أحكيها باللغة العامية قريبة لذهن المتلقي، فوصلت بشكل بسيط وسهل، وحسيت الحمد لله أنه العالم في تفاعل من خلال الكومنتات أو الاستشارات اللي بتجيني دائما على الماسنجر أو الواتساب، فهذا الموضوع كتير حسيت لاقى نجاح يعني مبدئي الحمد لله. يعني أنت هون بهي الطريقة حكيت مختلف الشرائح بالمجتمع ومختلف الأعمار كمان، ممكن تمام. المعلومة توصل يمكن لأصغر عمر ممكن يستوعبها، ممكن تكون هي وسيلة لحتى لإيصال فكرة مبادرتك بشكل أسرع. خبرنا أكثر عن وسائل تانية. هلأ أنا بلشت مثل ما حكينا بالسوشيال ميديا، ولكن ما توقفت عند هذا الحد، عملت محاضرات وندوات بالمراكز الثقافية، حكينا عن ظاهرة المخدرات، حكينا عن ظاهرة العنف القائم على النوع. كمان أنا عضو بجمعية رعاية المساجين في اللاذقية، كمان قدمت ندوات توعوية للسجناء داخل السجن،
بالمراكز الثقافية داخل السجن، فأحيانا السجين هو بيكون بحاجة بس لومضة أو أي شيء عن يعني معلومة بتخص قضية اللي هو فيها، فكانت ندوة كتير ناجحة هي بالمركز الثقافي داخل السجن المدني باللاذقية. وأيضا دائما بنعمل على، عملت أنا كمان عندي هواية بالإعلام، أنا كمان بدرس بكلية الإعلام الافتراضية، فكمان عملت برنامج اسمه كلام سليم. كلام سليم هو بيحكي عن قضية مجتمعية وبعدها بتطرحي المادة القانونية اللي بتخدم هاي القضية. كمان بظريف بي بي بطريقة ظريفة بتوصل لذهن المتلقي بشكل بسيط وسهل. قديه حلو، قديه حلو عفاف. نحن عم نشوف مو بس مبادرة صحيح. قانونية عم نشوف، يعني اليوم الشباب السوري أحيانا بيعطينا هيك مفاجآت بكمية قديش هو فعلا حابب يوصل بطريقة صحيحة. ودائما بنحكي أنه أوقات في عقبات، أوقات في مشاكل، ممكن في ناس تقول لا مو شرط كل شيء عم يكتبوا على الإنترنت صحيح، في ناس نعرف أعداء النجاح أيضا كمان هدول موجودين المشككين. صار معك مواقف كيف تعاملت معها؟ هلا بصراحة وقت بلشت بهاي المبادرة وبالفكرة على السوشيال ميديا كثير من المحامين بصراحة ممكن أو انتقاد، ولكن بيكون بناء ببعض الأحيان، بس هو روحت عليهم الاستشارات ممكن لأنه دائما خط الاستشارات المجانية ممكن مو أي محامي بيتقبل هذا الموضوع صحيح. فأنا حبيت كون شوي محامي غير نمطي، يعني مو هذا المحامي اللي بيمسك الشنطة وبينزل على المحكمة عنده قضية بيحلها وبيرجع، فلا أنا حبيت قدم خدمة مجتمعية مجانية للناس اللي مو عندها قدرة، مو أي شخص قادر اليوم أنه يوكل محامي أو يدفع حتى استشارة قضائية، فأنا من هاي الفكرة بلش هذا المشروع عندي. يعني ممكن هالشيء استاذ يكون شرارة لحتى يتوسع هذا الشيء اللي انت عم تعمله او المبادرة لباقي المحافظات الثانية، يعني بالإضافة لحضرتك محامي فينا نقول لك زميل هلا اعلامي، يعني انت جامع اهم شغلتين ممكن عم تعمل منهم، عم تمزج فيهم شيء يوصل للناس كثير حلو، ممكن هالشيء ينتشر بباقي المحافظات؟ طبعا اكيد هذا الشيء. هلا كمان بحكم انا متطوع بمؤسسه بصمه شباب سوريا، هي المؤسسه العريقه، فعم نعمل هلا على تشكيل فريق قانوني متكامل لحتى نطلق هي الفكره. طبعا الفكره هي فكرتي، نطلق هي الفكره ونوسعها اكثر بباقي المحافظات السورية لحتى تكون مثل فريق استجابة قانونية لجميع شرائح المجتمع وفئاته. طبعا فكرة كتير حلوة، وفكروا ما تضلوا بس باللاد، ينزلوا للشام. أنا دائما متواجد بالشام، يعني عملي بين محاكم دمشق واللاد. أكيد كل التوفيق لك ولكل الشباب يلي عم يشتغل وعم يحاول يقدم خدمات بأبسط الطرق. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا كتير لإلك وشكرا لإلكم، ويسعد أوقاتكم يا رب. وأكيد بننصح الشباب أو أي حدا عنده مشكلة قانونية يفوت على صفحة الأستاذ عادل ويشوف بلكي بيستفيد من شيء استشارة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا لكم وشكرا لقناة الإخبارية السورية. شكرا. هذا اللقاء كتير معني لي، أول مرة بطلع على الإخبارية السورية. شكرا كتير لكم. أهلا وسهلا.